السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا اليوم من الاستماع والتحدث بالنسبة للمستوى الثالث المرشدي في اللغة العربية بالنسبة للمستوى الثالث. مرحبا بكم في الحكاية النحل والصقر. إذن كما نلاحظ في هذه الصور، إذن ماذا تلاحظون؟ لماذا خافت النحلة من الصقر في نظرك؟ ألاحظ الرسوم وتوقع بعض الأحداث. إذن في توقعنا أنها سيتحدث عن النحل والصقر الموجودان في الغابة. استمعوا إلي للحكاية. النحل والصقر. في صباح يوم ربيعي ذهبت النحلة زينة إلى الغابة وهي تأمل جني الكثير من الرحيق لصنع العسل المفيد. وما إن اقتربت من شجرة سدر حتى سمعت صوتا مخيفا يردد: من يتجرأ على إزعاج بطنيناه؟ توقفت النحلة وأخذت تبحث عن مصدر الصوت، وفجأة ظهر صقر كبير وقال: ابتعدي أيتها النحلة المزعجة، وإياك أن تعودي إلى هذه الغابة، فهنا أتربص بفرائسي لأنقض عليها وأمسكها بمخالبي. فزعت زينة ورجعت مسرعة إلى الخلية، وما إن وصلت حتى أخبرت الملكة بما حدث في الغابة. قلقت الملكة لما سمعت، فاجتمعت مع جميع سكان الخلية لإيجاد حل للقضية. قالت نحولة: الصقر قوي يا مولاتي، وتصعب علينا مقاومته. الحل هو أن نرحل إلى غابة أخرى. ردت صديقتها: مستحيل أن نتخلى عن خليتنا وعن الغابة الغنية بالزهور والرياحين. ابتسمت الملكة وقالت: الغابة ملك للجميع، ومن حق الجميع أن يتمتع بجمالها وبخيراتها. علينا أن نحافظ على خليتنا، لا أن نخاف ونهجرها. صاحت النحلات: كيف لنا أن نواجهه ونحن صغار الحجم؟ قالت الملكة: إذا اتحدنا ستفوق قوتنا قوته. هيا لننتظم في صفوف متراصة ولننطلق على بركة الله نحو الغابة لنواجه الصقر المعتدية. أيد الجميع الفكرة الملكة، وما إن أبصر الصقر حشود النخل وهي تغطي السماء وتتجه نحوه، وقد أصم طنينها الآذان حتى اقشعر بدنه واستولى عليه الرعب، فرد جراحيه وطار عاليا. فرح الجميع بالفوز، وأدرك سكان الخلية أهمية التعاون والاتحاد في تحقيق النصر المراد. ومن هنا تكون قد انتهت حكايتنا. نلتقي في الحكاية الجديدة.